عروض هي الأولى من نوعها في مصر، شخصيات كرتونية لعمل عروض أكروباتية في عرض مسرحي على الجليد. آيس إيج مدينة ثلجية صغيرة تضم مجموعة من أفضل الفنانين والمتزلجين العالميين، قدموا أول عروضهم يوم الأربعاء 3 فبراير وتستمر حتى 10 منها باستاد القاهرة. نقدم عرضنا في مصر بكل إمكانياتنا هذا اليوم، وقد استغرقنا 3 أيام لبناء المدينة. نحن هنا لنجلب البهجة والسعادة، وهي المرة الأولى لنا في مصر. العرض يقوم على تنفيذه أكثر من 80 فردا، منهم 40 على الجليد والكثيرون خلف الكواليس. العرض مذهل ومناسب لكل العائلة، فالأبناء يمكنهم الحضور مع الأجداد، والجميع سوف يستمتع، فإنه من الرائع مشاهدة كل هذه الحيوانات على الجليد. عروض متنوعة تناسب جميع فئات المجتمع بأعمارهم. أما عن المتزلجين فأبدوا سعادتهم بتقديم العرض في مصر الذي تنوع بين التزلج على الجليد والفنون الجوية والموسيقى الخاصة المصاحبة للعرض. هذا عرض عائلي للجميع، فالصغار والكبار سيستمتعون بالعرض، فنحن نتدرب منذ فترة لنقدم عرض جيد في مصر. أنا سعيد بأني جزء من العرض. نحن ننظم ونعرض في مختلف دول العالم، وسعداء بقدومنا إلى مصر. الإثارة والتشويق هما عنوان هذا العرض، فمهما كانت المشاهدة مشوقة وجذابة فإنها عن قرب أكثر متعة. فإن أردت أن تستمتع فعليك أن تجرب حتى لمرة. تأتي هذه الفعاليات وغيرها في إطار خطة الحكومة والقطاع الخاص معا لتنشيط قطاع السياحة بعد أزماته المتتالية في الآونة الأخيرة. مي عدلي، تلفزيون النهار.